ننتقل إلى الطائر الأزرق، حيث بدأت شركة الخطوط الجوية الكويتية مبكراً باستعداداتها لخطة تشغيل أسطولها لموسم الصيف، حيث قامت بوضع خطة وجهات السفر للعديد من بلدان العالم وتوفير كل سبل الراحة ومتطلبات عملائها المسافرين عبر أسطول الطائر الأزرق. شركة الخطوط الجوية الكويتية تركز من خلال جدول رحلاتها لموسم صيف 2024 على الوجهات الأكثر طلباً، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو الحالي إلى سبتمبر المقبل. بالنسبة لخطة صيف 2024 حق شركة الخطوط الجوية الكويتية، فهناك وجهات جديدة راح يتم تشغيلها اعتبارا من يونيو، وهي فيينا ونيس عندنا بعد، وعندنا أنطاليا وطرابزون وبادروم وصلالة وشرم الشيخ وسراييفو. هذه كل الرحلات راح تشتغل اعتبارا من يونيو، وأيضا عندنا شراكات بالرمز المشترك مع عدة شركات طيران، منها الطيران اليوناني راح تشمل نقاط ما بعد أثينا، النقاط الداخلية الموجودة في اليونان مثل ميكانوس وسانتوريني، وخمس نقاط إضافية داخلية باليونان، إضافة إلى الطيران التايلندي راح يتم تفعيل الاتفاقية هذه خلال الصيف، وراح تشمل أيضا النقاط الداخلية في تايلند ومن أهمها بوكيت، وأيضا عندنا اتفاقية القطارات الألمانية راح يتم تفعيلها إن شاء الله خلال الصيف، ومنها الراكب يقدر يشتري تذكرته عن طريق الابليكيشن أو الموقع الرسمي للخطوط الجوية الكويتية. وتعمل شركة الخطوط الجوية الكويتية على توفير سبل الراحة والرفاهية لعملائها من خلال الخدمات التي تقدمها، من أبرزها الخدمات الأرضية في مبنى الركاب T4. شركة الخطوط الجوية الكويتية دائما تحرص على تقديم خدمة أفضل لركابها وعملائها بجميع رحلاتها، ودائما يكون الراكب حريص على أن يكون عنده صلاحيات الجواز والحجوز الصحيحة لرحلاته مع توصول المطار في وقت، يعطي نفسه وقت مبكر قبل الإغلاع لتسهيل إجراءات كلها، ويكون عنده الوقت الكافي أن يخلص أمور الإجراءات السفر وإصدار البوردينج. دائما الركاب لازم يكونون حريصين في وصولهم للبوابة في وقت الإغلاع أساس لا يكون في أي تأخيرات أو يتسبب في إلغاء سفرة لسبب التأخير. وأيضا احنا دائما نقدم خدمات مميزة لركابنا في الطائرة وفي مطار الكويت. وجهات موسم الصيف تسير وفق خطط ودراسات دقيقة حول جدوى هذه الأسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها وفائدتها على شركة الخطوط الجوية الكويتية. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.